السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير الترحال والسفر وإلى هنا قادني المسير. ليس كل ما يلهب العين من طبيعة في جبال شامخة من الربع المتوسط الأطلسي، فأنا لا أعد أن أكون إلا بالمغرب. فأهلا بكم في أيت بوغماز، البلدة الهادئة ذات الطبيعة الأصلية. هنا في جبال الأطلس واد مخضر الجنبات تفيض عنه مياه عذباء رقراقة، بعيد عن شواهد الحضارة، لكن أهله أقاموا الحضارة لأنفسهم. ابتعدوا ما أمكن من صخب المدن واذهبوا في سفر قد يطول وقد لا ينتهي، فليس للبساطة حد ولا نهاية. اكتشفوا الناس العاديون، عاديون في عيشهم، عاديون في طبعهم، عاديون في لباسهم، عاديون حتى في رغيفهم، عاديون في كل شيء. أيها الناس، ألا يوجد أحد يصرخ معي أم أن الصوت لم يصل؟ سأخبر العالم أجمع أني رأيت جمال العالم مرصعا هنا بأرض الهضبة، قلعة حاضنة بالجبال اتخذت لنفسها موضعا من تحدي الطبيعة، ومن الجوز والتفاح شكلت منعطفا يشع مجدا وأصالة. كل هذه القرى المنتشرة على الوادي بدءا من أغوتي حتى زاوية والمزي والرباط شرقا، كلها قرى بنتها يد الأجداد بوضع التراب على الحجر لتصير وطنا لأبنائهم. أهل هم لكل مكرمة عماد، رجال كلهم جود وكرم علاه ينهض بالحمول. الناس للناس والدنيا بخير. هذا ابن الجبل يحييكم في أمان الله.